إذن وفيكم بملخص الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ببلادنا منذ مساء الأمس وإلى غاية الخامسة زوالا من يومه 15 يوليو 2020، حيث سجلت 165 حالة إصابة جديدة مؤكدة بهذا الفيروس، 91% منها اكتشفت عن طريق تتبع المخالطين والتقصي الوبائي للبؤر. وبهذا يصل مجموع عدد الحالات المؤكدة منذ بداية شهر مارس إلى غاية الآن إلى ما مجموعه 16262 حالة إصابة بهذا الفيروس. تتوزع الحالات المؤكدة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة كما يلي، حيث سجلت جهة مراكش أسفي 31 حالة جديدة، 21 منها بمراكش، حالتان بالحوز و 8 حالات بأسفي، فيما سجلت 66 حالة بجهة فاس مكناس موزعة بين مدينة فاس 19 حالة، 11 حالة بمكناس، 13 بتونات، حالة واحدة بمولا يعقوب و 20 حالة بصفرو، ثم حالتان بتازة. فيما يخص جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 27 حالة جديدة خلال 24 ساعة المنصرمة، 21 حالة منها بطنجة، حالتان بالعرائش وثلاث حالات بتطوان، ثم حالة واحدة بالمضيق، فيما سجلت بالجهة الشرقية حالة واحدة مؤكدة وهي بإقليم جرادة. فيما يخص جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 11 حالة جديدة، 3 بسيد قاسم، 5 بسلا وحالتان بالرباط، ثم حالة واحدة بتمار. أما فيما يخص جهة الدار البيضاء ستات فقد سجلت 16 حالة جديدة كلها بالبيضاء بالدار البيضاء، ثم سجلت حالة جديدة مؤكدة بجهة قلميم ودنون وذلك بإقليم قلميم، فيما سجلت جهة سوس مسا حالتان جديدتان بإنزغان، وسجلت جهة الدخلة والذهب ثلاث حالات بمدينة الدخلة، فيما سجلت 7 حالات جديدة بجهة بني ملا الخنفرة كلها بخنفرة، ولم تسجل جهتي درعة فلالت والعيون الصقية الحمراء أي حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية. وفيما يخص الحالات المستبعدة فقد تم بعد إجراء التحليلات المختبرية اللازمة والتقصي الوبائي استبعاد منذ بداية الأزمة إلى غاية اليوم ما مجموعه 917786 حالة. أما فيما يخص التعافي فقد تمثل للشفاء ولله الحمد 379 شخص، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ما مجموعه 13821 حالة شفاء ولله الحمد، وذلك بنسبة تعافي تبلغ حوالي 85%. لكن مع الأسف تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين مرتبطتين بداء كوفيد 19، ويصل بذلك مجموع الوفيات إلى 259 حالة وفاة مرتبطة بهذا الفيروس، وذلك بنسبة إماتة حوالي 1.6%. إذن وبهذا يبقى مجموع الحالات النشطة والتي هي قيد العلاج هو 2182 حالة رهن العلاج، منها 32 حالة صعبة وحرجة. وتجدر الإشارة إلى أن تتبع المخالطين مكن إلى غاية الآن من تتبع ما مجموعه 89492 شخص، لا زال منهم 14893 تحت المراقبة الصحية إلى حين استيفاء المدة اللازمة لذلك. وتؤكد وزارة الصحة من جديد على ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية مع استعمال الأقنعة بشكل سليم واحترام التباعد الجسدي والحرص على النظافة العامة، خاصة غسل اليدين بصفة منتظمة مع تحميل تطبيق وقايتنا، والحرص على تشغيل تقنية البلوتوث بشكل مستمر. كما توصي وزارة الصحة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرتبطة بالفيروس كارتفاع درجة الحرارة، سعال، ضيق في التنفس، فقدان حاسة الذوق أو الشم إلى الإسراع بالاتصال بخدمة ألو اليقظة الوبائية 080 147 47
أو بخدمة ألو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية أو خدمة ألو 300 في أقرب وقت ممكن، أو التوجه بطريقة آمنة نحو أقرب مركز للفحوصات المتخصصة لتشخيص مرض كوفيد-19. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.